السلام عليكم. في أبرز عناوين المسائية لهذا اليوم: غدا فاتح شهر رمضان ببلادنا، واليوم أول أيام رمضان المبارك في عدد من الدول. وبهذه المناسبة بعث وتوصل أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ببرقيات التهاني والتبريك. أمام اشتعال أسعار الغزوال والبنزين، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة يجيب على السؤال في مجلس النواب ويتحدث عن التسقيف والتدابير الحكومية. مدينة الناظور تعيش منذ أيام على وقع تراكم النفايات المنزلية في ظل الخلاف بين الشركة المكلفة بتدبير النفايات والمجلس البلدي الذي لم يسدد بعد مستحقات الشركة. بمدينة العيون، التسامح في الأدبين العربي والإفريقي محور الملتقى الثقافي الدولي عيون الأدب العربي في نسخته العاشرة، والذي عرف مشاركة أدباء ونقاد ومبدعين من 20 بلد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى آخر عرض إخباري مفصل مباشرة من القناة الثانية. غدا الثلاثاء فاتح رمضان للعام 1440 هجرية. أهل الله هذا الشهر المبارك على أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس باليمن والخير والبشر والبركات وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. اليوم هو أول أيام رمضان المبارك في عدد من الدول، وبهذه المناسبة بعث أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية ضمنها جلالته متمنياته بموفور الصحة والعافية والهناء، ولشعوبهم الشقيقة باضطراد التقدم والرخاء. إذن اليوم هو أول أيام رمضان المبارك في عدد من الدول، في السعودية، أندونيسيا، الفلبين، مصر، فلسطين، ليبيا، تونس والجزائر، جيبوتي والصومال. رمضان في أول أيامه عبر العالم، في تقرير خالد نجدي. بلهفة كبيرة انتظر الفلسطينيون مقدم الشهر الفضيل واستقبلوه في مدينة القدس المحتلة بإعداد فضاءات للصلاة والعبادة وتزيين الساحات والأزقة رغم تضييق واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي. نقوم بتزيين المدينة حفاظا على الهوية المقدسية والفلسطينية والإسلامية، كون القدس تحت ظل الاحتلال وتمر بانتهاكات يومية. دول أخرى عربية وإسلامية كالسعودية والإمارات والبحرين والسودان والأردن وتونس وليبيا والجزائر واليمن وماليزيا والصومال وأندونيسيا استقبلت اليوم شهرا من أجل الشهور وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. أتمنى في هذا الشهر الفضيل أن تتوطد العلاقات بين الناس، خاصة وأننا في أندونيسيا دولة متعددة الأعراق. يتعين على المسلمين في شتى دول العالم دعم بعضهم البعض والالتزام بتعاليم الإسلام. الجاليات المسلمة المقيمة في أوروبا وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا استقبلت الشهر الفضيل وفي النفوس شوق إلى مقدمه لما في أيامه ولياليه من طاعات وعبادات وصيام وقيام. وفي فلسطين اقتحم عشرات المستوطنين اليوم ساحات المسجد الأقصى في أول أيام شهر رمضان من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي انتشرت في ساحات الحرم القدسي لتأمين اقتحاماتهم. وفي غزة أعلن مسؤولون فلسطينيون التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بدأ سريانه فجر اليوم بعد
3 أيام من الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 25 فلسطينيا وإصابة نحو 150 آخرين إلى جانب تدمير المنشآت الاقتصادية في القطاع. في ليبيا أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن ارتفاع ضحايا المعارك الدائرة جنوب وحول العاصمة الليبية طرابلس إلى 432 قتيلا وإصابة أكثر من 2000 شخص. وأشار مكتب المنظمة في ليبيا عبر بيان تنقلته مصادر إعلامية إلى أن عدد القتلى جراء المعارك حول طرابلس خلال أبريل الماضي وصل إلى 432 قتيلا وإصابة 2069 شخصا، كما اضطر أكثر من 50,000 شخص للفرار من منازلهم بسبب هذه الاشتباكات. في الجزائر مظاهرات بعد صلاة العشاء، إفطار جماعي في الشوارع والساحات العمومية، هكذا ينوي نشطاء وجمعيات جزائرية إبقاء شعلة الاحتجاجات طيلة شهر رمضان ومنعها من التراجع لغاية رحيل جميع رموز النظام الحالي. والصحف الجزائرية تابعت تطورات الأحداث مع سقوط عدد من الأسماء المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أو ما يسميه الجزائريون بعصابة الفساد وبدء حركة تطهير واسعة داخل الجزائر طالت أصحاب السطوة والنفوذ طوال أكثر من عقدين. تقرير فتح حاشب. خبر إذاعة ثلاثي سعيد بوتفليقة الجنرالين توفيق وعثمان طرداق رهن الحبس المؤقت بتهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة تتصدر الصفحات الأولى للجرائد الوطنية الجزائرية، أجمعت على أن هؤلاء سيواجهون عقوبات ثقيلة. صحيفة الخبر عنونت ببند عريض في صفحتها الأولى تهم خطيرة للسعيد وطرداق وتوفيق، ووصفت الصور التي ترصد لحظات دخولهم إلى المحكمة العسكرية والتي نقلها التلفزيون العمومي ظهيرة يوم الأحد بالتاريخية، وهو نفس ما ذهبت إليه جريدة الشروق التي ركزت في مقال لها على العقوبات الثقيلة التي تواجه الموقوفين تصل إلى حد الإعدام في حال ثبوت هذه الجريمة أمام محكمة الاختصاص بالقضاء العسكري. بينما قالت صحيفة المحور في مقال لها عنونته بالعصابة في السجن أن أغلب الجزائريين لم يصدقوا الأخبار التي تداولتها مواقع إخبارية حول توقيف ما يسمون برؤوس العصابة. وقالت الجريدة إن شباب الحراك تنفس الصعداء رغم تمسكهم بمطالب رحيل باقي أفراد العصابة، فيما أثنى آخرون على مواقف الجيش الوطني الشعبي في تنفيذ مطالب الحراك على رأسها توقيف سعيد بوتفليقة. الجرائد الناطقة باللغة الفرنسية هي الأخرى ركزت في أولى صفحاتها على الاعتقالات التي طالت الثلاثي، كما هو الشأن بالنسبة لجريدة الإكسبريسيون، في حين قالت جريدة الوطن أن تهم خطيرة تواجه الموقوفين وهو نفس ما ذهبت إليه الصحف الحكومية العمومية سواء الناطقة باللغة الفرنسية أو العربية. ومعنا في الأستوديو الخبير في الشؤون الدولية الدكتور الموسوي العجلاوي. مرحبا بك دكتور. إذن خبر وإعلان إيداع السجن كل من عزيز بوتفليقة وكذلك الجنرالات طرداق وتوفيق، هؤلاء كانوا يشكلون إلى وقت قريب رموز النظام والآمر والناهي في كل ما يجري في الجزائر، كيف نقرأ هذه الاعتقالات؟ هي حدث كبير جدا، حدث اعتبره البعض زلزال في التاريخ الجزائري الراهن. لا يمكن أن نفسر ذلك إلا بالعودة إلى شهرين تقريبا منذ اندلاع الأحداث والاحتجاجات يوم 22 فبراير إلى درجة أفريل عفوا إلى درجة إلى أنه بدأ السؤال يطرح. أحيل فقط إلى ثلاث خطابات. خطاب قايد صالح يوم 30 مارس الذي أكد فيه على أساس أنه يجب تفعيل المادة 7 و8 و102 من الدستور. ثم خطاب 2 أبريل الذي طلب فيه من بوتفليقة
الانصراف وتقديم استقالة، ثم خطاب يوم 10 أبريل الذي أشار فيه إلى هؤلاء الثلاثي، إلى طرطاق وتوفيق وسعيد بوتفليقة، وطالب القضاء بتفعيل كل الإجراءات القانونية من أجل محاكمة هؤلاء. في 10 أبريل كان هذا الخطاب، ولأول مرة قايد صرح الذي هو جزء من النظام يتحدث عن العصابة وطلب بمحاكمة العصابة. لكن لا يمكن أيضا أن نفهم ذلك دون خطابين أو تصريحين كان بمثابة الباب الذي سمح لقايد صالح بمتابعة واعتقال هؤلاء الثلاثة. أولا ما فاه به زروال عندما أكد بأن الجنرال توفيق اتصل به من أجل مرحلة انتقالية، وقايد صالح تباحث قد يكون على علم وقد لا يكون على علم بذلك. ثم خطاب خالد نزار الذي هو أيضا مسؤولية في العسرية السوداء، الذي قال بأن سعيد بوتفليقة طلب منه كذا وكذا، وأنه يجب إما إعلان حالة طوارئ أو حالة انسداد كلي في الجزائر. هذان التصريحان مهدا إلى ربما للاعتقال المباشر. وثالثا هو أن هناك حملة من الاعتقالات، أولها كان لعلي حداد وهو رمز لهذه العشرينية لحكم بوتفليقة من رجال الأعمال الذين استفادوا من خيرات البلاد ومن ما جاء من مبيعات المحروقات، وتبعه بطبيعة الحال استدعاءات أويحيا، استدعاءات عدد من المسؤولين السياسيين. نحن إذن في مرحلة التضحية بواجهات النظام وليس بتغيير النظام، ولذلك قايد صالح الذي ربما هو الآن الشخص القوي في داخل هرم السلطة وأيضا كان جزءا من هذا النظام، الآن يقوم بعملية إزالة بعض الأوجه وليس كل الأوجه، لأن لا زال هناك رغم إصرار الشارع لا زال هناك بدوي، ولا زال هناك بن صالح الذي قال خطابا أو صرح بخطاب أمس لم يعطي فيه شيء سوى ترديد ما جاء في عدد من خطابات قايد صالح. فنحن أمام مرحلة فقط من مراحل تصفية حسابية، لأنه لا يجب أن ننسى كذلك وهذا للتاريخ أنه في 2004 الجنرال توفيق الذي كان على رأس الدارس ومصلحة المخابرات الذي كان لها امتداد في كل شيء حتى في الجيش، ألحقها الآن قايد صالح الآن قايد صالح خلق 3 مديريات وهو يتحكم فيها بكل. جنرال توفيق عرض على الرئيس بوتفليقة في 2004 دفع قايد صالح إلى التقاعد، فانتبه بوتفليقة إلى ذلك ووظف قايد صالح عندما استدرجه إلى جماعته، ولذلك قايد صالح بقي وفيا إلى يوم 18 مارس عندما هدد كل من لا يريد العودة الخامسة بالسجن وكذا وكذا. فهو الآن البعض يقرأه على أساس انتقام من قايد صالح تجاه طرداق وأيضا تجاه الجنرال توفيق، دون أنسى أيضا أن طرداق كان السعيد اليمنى للجنرال توفيق وانقلب عليه وانضم إلى جماعة بوتفليقة. فإذا هي تصفية حسابات في رأس هرم السلطة، وهو أيضا ربما مرحلة كما قلت من مراحل تصفيات وأيضا الإجابة على احتجاجات الشارع الجزائري. طبعا الجنرال قايد صالح ألقى خطابا بالأمس مرة أخرى خطاب تلو الخطاب، هل معنى أن نقرأ من كل ما قلتم أن عملية تصفية الحسابات هي لتصفية الأجواء لكي يبقى النظام ولكن بصورة أخرى مع الجنرال قايد صالح، أم أنه بالفعل انتقال إلى مرحلة لحل الأزمة الحالية الموجودة في الجزائر؟ ويجب أن نقرأ خطاب قايد صالح وخطاب بن صالح أيضا رئيس الجمهورية، الذي ركز فيه وأعاد فقط ما جاء في خطابات قايد صالح. يقول حل الأزمة بسرعة، نعم، ولكن كيف؟ كيف هذا هو الغير الواقع؟ هل أزمة عميقة؟ وقايد صالح والجميع يقول بأنه 20 سنة الفساد، 20 سنة من السلطة، من التصلب، من أشياء. هل يمكن أن نحل مشاكل 20 سنة بحل سياسي سريع؟ هل الحل هو سياسي؟ هل هو أمني؟ هل هو دستوري؟ هذه أسئلة جد عويصة ومعقدة. يقول انتخابات يوم 4 يوليوز، نعم، ولكن
من هو المترشح من هؤلاء المترشحين؟ ما هي الأجندة الزمنية لإجراء هذه الانتخابات؟ ثم يقول، وهذه مسألة أساسية، الحوار، والحوار مع من؟ لا أحد يعرف الآن ما هي مكونات، باستثناء ربما أحزاب لم تحدد موقفها. أحزاب، هناك نوع، حتى وسائل الإعلام تنوعت بشكل كبير، من الولاء التام لجماعة بوتفليقة إلى الولاء التام إلى قايد صالح. حتى الصورة التي ظهرت البارحة لثلاثة، بوتفليقة، طرداق، وتوفيق، هي صورة كان المقصود منها وزعت في التلفزيون الجزائري الرسمي. ليس هي إهانة للثلاثة، لأنهم كانوا يشكلون مصدر قوة ومصدر رعب بالنسبة للشارع الجزائري وللصحافة وللسياسيين. تلك الصورة التي ظهر بها هؤلاء هي صورة إهانة، منكفئين يجترون الطريق، هم بطبيعة الحال في شكل منكسر. كان هذه الصورة، وأعيدت اليوم كذلك نفس الصور. فإذا هذه الحلول هي حلول غير واقعية. يبقى الآن السؤال، هل ستتم الاستجابة لسؤال الشارع ومطلب الشارع الذي يصر على إسقاط نظام بكل وجوهه؟ والجمعة 11 الأخيرة، وفي انتظار الجمعة 12 المقبلة، كان الإصرار الشارع لأول مرة يوجه انتقادته لرئيس أركان قايد صالح. الدكتور الموسوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك. في روسيا، أرجع قبطان طائرة أيروفلوت التي اشتعلت فيها النيران مساء أمس لدى هبوطها الاضطراري في مطار شيريميتيفا بموسكو، ما أسفر عن 41 قتيلا. أرجع أسباب الكارثة إلى البرق وخزانات الوقود الممتلئة والهبوط العنيف والظروف المناخية الصعبة. وأوضح الطيار أن النيران اشتعلت في الطائرة بسبب الهبوط العنيف، وأضاف أن السبب هو بالتأكيد أن الخزانات كانت ممتلئة. بالإمكان مشاهدة الطائرة كما نشاهدها الآن على شريط فيديو صوره أحد الهواة وهي تلامس مدرج المطار قبل أن ترتفع قليلا ثم تهبط بقوة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. نعود للمغرب واشتعال أسعار الغازوال والبنزين، وهو ما شكل سببا واضحا وآنيا لمساءلة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الدودي بمجلس النواب، حيث قدم الأجوبة على عدد من الأسئلة المتعلقة بمسألة التسقيف والتدابير الحكومية المفروض تفعيلها، إضافة إلى مراقبة الأسعار في رمضان. روبورتاج عبد الحميد المرابط. المنح التصاعدي لأسعار المحروقات يثير نقاشا حادا بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية. فرق المعارضة انتقدت تعامل الحكومة مع هذا الملف وعدم وفائها بالتزاماتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بتسقيف أرباح شركات المحروقات وتفعيل توصية المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب حول المحروقات. الحكومة ما زالت لم تتفاعل إيجابا مع أهم توصية اللي خرج بها تقرير ديال المهمة الاستطلاعية. كذلك نحن نطالب بتفعيل مجلس المنافسة ويقوم بالدور دياله كآلية دستورية لمراقبة هذه الأسعار. يرجع الأمور لمجلس المنافسة، هذا أمر غير حقيقي. احنا مستعدين سيد الوزير يطبق المادة 4، يطبق قانون المنافسة، المادة الحق اللي عنده في تسقيف الأسعار. وحنا كمعارضة الآن كنقولوا للحكومة دير تعديل في قانون المنافسة، احنا مستعدين نصوتوا معهم فيها. كنطلبوا من الحكومة يعني باش تعجل بهذه العملية ديال تسقيف ديال المحروقات، لأنه يعني الحكومة سبقنا على أنه التزمت بهذه العملية هذه. الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكمة لحسن الدودي برر ارتفاع أسعار المحروقات بتصاعد أسعار النفط في الأسواق الدولية جراء أسباب جيوسياسية، مضيفا تشبثه بخيار تسقيف الأسعار دون تحديد سقف زمني لتطبيق هذا الخيار. رأي ديال مجلس المنافسة بنفسه يؤكد بأن الأسعار ارتفعت بطريقة فاحشة، وهذا طبيعة الحال يحيل إلى أن هوامش الربح أيضا هي مرتفعة بشكل فاحش. خصنا نعالجوا المشكل ديال هوامش الربح. المغرب ما كينتجش البترول باش نقولوا خاصة نتحكموا في الثمن السعر الخارجي اللي بغينا نتحكموا فيه هو نسقفوا هامش الربح ديال الشركات، ما يبقاوش يربحوا داك الهامش الكبير، وراه قللوا من الهامش ديالهم. اللي عرفوا بلي التسقيف جاي راه قللوا من الهامش ديالهم، ولكن شي وقيته كان هامش مفرط. التسقيف جاي طبيعي.
جواب الوزير جاء ردا على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية حول مآل توصيات المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب حول المحروقات، توصيات كانت قد أكدت ارتفاع ثمن البيع بمحطات الوقود ومراكمة شركات توزيع هوامش ربح وصفت بغير المعقولة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. إلى مدينة الناظور التي تعيش منذ أيام على وقع تراكم النفايات المنزلية في ظل الخلاف بين الشركة المكلفة بتدمير النفايات والمجلس البلدي الذي لم يسدد بعد مستحقات الشركة، خاصة وأن العقد الذي يربط الطرفين سينتهي متم يونيو المقبل دون معرفة من سيدبر المرحلة القادمة. من جماعة بني نصار، روبورتاج محمد حجوب والتحرير عمر أجراري. أينما وليت وجهك هذه الأيام في مدينة بن نصار تجمئز العين من منظر النفايات المنزلية المتراكمة في كل ركن من الشارع، وتزكم الروائح الكريهة أنوف الساكنة التي ضاقت ذرعا من هذا الوضع. كنلاحظوا حال في هذه الاونه الاخرى انه تراكم الازبال يعني ولا بواحد الشكل اللي هو مهول، واحد الشكل اللي هو خطير، مما كيشكل خطر على المحيط البيئي ديال المدينه. الزبره في الناظور دابا غلق الشوارع، سدوهم، ولا حتى شي واحد ما كيتسال، حتى شي واحد ما كيقول اودي شنو واقع هنا. نقولوا شويه ربما الجرده وربما كيلغي شويه، راه الا مشيتوا لباب المسجد الحاج مصطفى تسد بالزبال. هذا المشكل مع الاسف لا المجلس البلدي ولا كذلك مؤسسة التعاون بين الجماعات ما لقات ليهش الحل. لماذا ما عرفناش مجموعة ديال الشركات ديال تدبير النفايات تعاقبوا على المدينة باش يحلوا هذا الإشكال ديال تراكم النفايات خصوصا في فصل الصيف. الشركة المفوض لها تدبير النفايات المنزلية تقول إن أصل المشكل يكمن في تأخر توصلها بمستحقاتها المالية، أما المجلس البلدي لابن نصار فيتهم الشركة بالإخلال بدفتر التحملات. احنا رانا خدامين، يمكن كنوجدوا في صفقات اخرى على شيء، يمكن اخر شهر 6 غادي تقضى لها الكونترا، وحنا كنوجدوا باش نديروا كونترا اخرى، وكنطلبوها باش تكمل معنا ذاك الشيء اللي عندها في كناش تحملات، علاش ما عندها لا حتى شي مبرر باش تخلينا النفايات في وسط المدينه. في نهاية المطاف فسكنة بن نصار والجماعات الأخرى هي من تؤدي ثمن هذا الوضع غير السليم في انتظار التوصل إلى حل بين الجماعة والشركة المدبرة لقطاع النظافة. بالحي الحسني بالدار البيضاء سوق ولد مينا الشهير كان قد تعرض لحريق أتى على الأخضر واليابس وكبد 30 تاجرا خسائر مادية تفوق 200 مليون سنتيم. هؤلاء التجار وبعد طول انتظار لمن ينصت لهم وينتشلهم من الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة التي يعيشونها اليوم، رفعوا صوت الاحتجاج في وجه السلطات المحلية متهمين إياهم في وقفة احتجاجية بالتماطل. روبورتاج أمين حدو والتحرير لعمر أجراري. بعد حوالي شهر ونصف من اندلاع حريق بسوق ولد مينا بالدار البيضاء، خرج أصحاب المحلات التجارية المتضررة في وقفة احتجاجية على ما يسمونه تماطل ولا مبالاة المسؤولين تجاه ملف إصلاح الجزء المتضرر من السوق. 28 محل ما كتطالبش بشي مطالب اللي انها الجماعه تبني ليها او لا باغا تزيد شي حاجه اخرى فوق المحلات اللي كانوا عندها. الطالب الواحد اللي كطلب هو هاد الناس باغيين رخصه باش يصلحوا محلاتهم. اقتراح ديالنا حنا ان هاد المحلات مايل للسقوط فعلا، غادي ما يقدرش دوز منه، ما تقدرش، ما كاين مجال نهبطوهم ونديروا ليهم دعامات ونصوبوهم على الموقتين بين ما اخرج لينا الترخيص جماعي باش يتصلح هاد الفرصه هذا. حنا ما هربانينش من الصلاح. المجلس الجماعي لمقاطعة الحي الحسني يقول إن منح رخص الإصلاح خارج عن صلاحياته ويرى أن الأمر يستدعي هدم المتاجر المتضررة وإعادة بنائها. رخص الإصلاح ما عندناش الصفة القانونية وما يمكنش لنا قانونيا وما يمكن حتى شي واحد يعطيهم رخصة ديال الإصلاح. المختبر المعتمد قدم لنا خبرة تقنية تقول لنا الهدم. الناس فعلا هناك متضررين للحالة ديالهم المادية ضعيفة جدا. احنا خدينا هذا بعين الاعتبار واقترحنا عليهم اقتراحات عملية وهي اعطائهم محلات داخل السوق. بغيناهم يبقوا قراب من السوق باش يتابعوا معنا الاشغال، ولكن
رفضوا الإخوان رفضوا هذه المحلات بدعوى أنها صغيرة. من أصل 28 محلا متضررا 20 متجرا تتطلب الهدم حسب المسؤولين، فيما يتشبث أصحابها بالإصلاح. تضارب في الآراء يبقي الوضع معلقا إلى حين. في مجال التعليم وفي إطار تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم توريرت بالضبط بتراب جماعة تنشرفي، تم إطلاق وحدتين للتعليم الأولي والتحاق أول فوج من الأطفال المستفيدين، بعدما تم توفير التجهيزات الضرورية للوحدتين في قريتي أولاد أحمد بن علي وأولاد حمو بن عمر. روبورتاج أسامة وفقير ويونس الناصري. 29 طفلا في سن ما بين 4 و6 سنوات يستفيدون من التعليم الأولي في المركزين، بعدما تم توفير التجهيزات الضرورية والانتهاء من عملية التكوين البيداغوجي الذي خضعت له المربيتان. توفير التعليم الأولي في المناطق القروية والنائية هدف أساس للمبادرة. هذه المبادرة اللي داروا لنا هذا المشروع زين، غادي يستافدوا ولادنا يقراو باش يطلعوا شوية يفهموا ذيك السنة 3 سنين ومنين وصلوا الابتدائي غادي يكونوا مزيانين. اختيار هذين الدوارين بعد المصادقة عليهما من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تم انطلاقا من النتائج الأولية للتشخيص الترابي، حيث تبين أنهما يتوفران على مركزين في وضعية جيدة لاستقبال هذه العملية. عدد التلاميذ المستهدفين 29 تلميذ موزعة ما بين المركزين. هذه العملية هي عملية مجانية في إطار البرنامج الرابع اللي هو الدفع بالتنمية البشرية في الأجيال الصاعدة، وكما قلت فيما يتعلق بالشق المتعلق بدعم التعليم الأولي. هذا ويذكر أن النتائج الأولية لتشخيص الترابي المتعلق بدعم التعليم الأولي في الوسط القروي أسفرت عن إحصاء 147 دوارا في إقليم توريرت سيتم استهدافه لإحداث وحدات للتعليم الأولي. ونختم النشرة من مدينة العيون والملتقى الثقافي الدولي عيون الأدب العربي في نسخته 10 الذي اختار موضوعا لهذه الدورة التسامح في الأدبين العربي والإفريقي. الملتقى عرف مشاركة أدباء ونقاد ومبدعين من 20 بلد من العيون. نتابع روبورتاج يوسف ويشو والتحرير لخالد نجدي. من جامعة بوتشي شمال نيجيريا قدم الكاتب لقمان ألوي للمشاركة في الملتقى الأدبي الإفريقي العربي 10 بمدينة العيون، وعينه على إبراز ما يمكن أن يقدمه الأديب من أجل نشر قيم التسامح عبر إبداعاته بين أبناء القارة. الأديب يلزمه أن يقوم بهذه المهمة ليلعب دوره في بناء المجتمع السليم، ويلعب دوره في دفاع المجتمع عن ما يمكن أن يكون من النعرات العصبية والنعرات الفقرية التي تؤدي إلى الحروب وإلى المعارك بين بني الإنسان. الإفريقية هي تتميز بالقبليات ويعني بعض النزاعات، إذن فالأديب المثقف هو يجب أن يلعب دورا يعني في نشر هذا الفكر، يعني فكر التسامح، حتى يعني يكون هناك السلم والأمان في القارة الإفريقية، ونحن بحاجة يعني إلى هذه القيمة. أدباء يتحدرون من نحو 20 بلدا يشاركون في هذه الدورة التي تحاول تلمس إسهام الإبداعات الأدبية في نشر قيم التسامح في أبعادها الإنسانية. نحن الأدباء أو لا أدري، يعني نقوله دائما ما تفرقه السياسة تجمعه الثقافة، لأن الثقافة هي ملك الشعوب. ثقافة هي تراث، هي هوية، هي انتماء، هي لغة، هي فكر، هي إبداع. التسامح قيمة تدعو لها كل الشعوب وكل البلدان، ونحن اخترنا هذه التيمة أولا للغوص في الثقافة المغربية والثقافة الإفريقية والثقافة العربية. ورغم اختلاف هويات هؤلاء الأدباء وانتماءاتهم الفنية والثقافية، إلا أنهم التأموا لمدة 4 أيام لإبراز قراءاتهم المتعددة لمفهوم التسامح باعتباره قيمة إنسانية لا تعترف بالحدود أو العرق أو اللون أو الجنس.
في ختام النشرة، غدا الثلاثاء فاتح شهر رمضان للعام 1440 ببلادنا. أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس باليمن والخير والبشر والبركات وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. واليوم أول أيام رمضان المبارك في عدد من الدول، وبهذه المناسبة بعث أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس برقيات التهاني والتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية ضمنها جلالته، متمنياته بمنفور الصحة والعافية والهناء ولشعوبهم الشقيقة باضطراد التقدم والرخاء. رمضان مبارك. نهاية النشرة، إلى اللقاء. Thank you.